تابعونا اليوم في للخبر بقية على شاشة التلفزيون العربي. نفتح الملف التونسي ونقرأ في الرسائل التي يريد الاتحاد التونسي للشغل إرسالها على المستوى السياسي والاقتصادي عبر الإضراب الذي دعا إليه وشهدته البلاد، ونقرأ كذلك في الدلالات المترتبة على هذا الإضراب وانعكاسها أيضا على الخطوات التالية في ظل وضع سياسي متوتر تشهده البلاد. كل هذه الجوانب في ملف اليوم، الملف التونسي في للخبر بقية على شاشة التلفزيون العربي الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش، 9:30 بتوقيت القدس، ويمكنكم متابعتنا عبر البث المباشر لقناتنا على يوتيوب.